السلام عليكم طلبتي طلبة المرحلة الثالثة للدراسات الصباحية والمسائية في قسم الإرشاد مادة دراسة الحالة. موضوعنا لهذا اليوم هو أهداف دراسة الحالة. فيما سبق أخذنا منهج دراسة الحالة، أما اليوم فهو أهداف وإيجابيات وسلبيات دراسة الحالة. أهداف دراسة الحالة، إن الهدف هناك هدف عام وأساسي لدراسة الحالة هو يعني فهم المشكلة اللي يعاني منها أو اللي تعاني منها الحالة. قد تكون طيلة حياته، طيلة تاريخه الشخصي، أو دراسة مشكلته الحالية في الوقت الحالي، لكون إحنا دراسة الحالة نأخذها تربوية في الوقت الحاضر، ولكن كدراسة الحالة أكلينيكية نأخذها كتاريخ حالي. فمن خلال أهم نقطة في أهداف دراسة الحالة هي تبصير المبحوثين بذواتهم ومستقبلهم. معنى تبصير المبحوثين بذواتهم، تبصير هي أو هذه النقطة هي جدا جدا مهمة. تبصير بما معنى؟ أي إفهامهم، توسيع المساحة اللي هم يمتلكوها، ومعرفة ما هي قدراتهم، ما هم ماذا يستطيع الفرد هذا أن يعمل، إلى 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 كم مدى بالإمكان أن يتحمل. هذه من خلال دراسة الحالة بإمكاننا تحقيق هذا الهدف. أيضا معرفة موقف الفرد، موقف الأفراد من هذا الموضوع أيضا من خلال دراسة الحالة. أيضا تحديد كل ما هي العوامل وما هي العناصر المؤثرة والمتأثرة بموضوع دراسة الحالة. يهدف إلى إصلاح، يعني هدف دراسة الحالة، وهذا أيضا جدا جدا مهم يعني، ويعمل ويجب أن يعمل به، هو هدف دراسة الحالة هو إصلاح وليس مساعدة، لأن المساعدة تؤدي بالحالة إلى التراجع، إلى لا يوجد هناك تقدم. لكن إذا يجب أن يكون أن يحط يأخذ بعين الاعتبار من المعالج أو المرشد أن يكون هدفه هو تعديل وإصلاح وليس مساعدة، أي عنصر الذاتية ليس له وجود في دراسة الحالة. أيضا من خلالها اكتشاف الأسباب الرئيسية للأوضاع الحالية من خلال التحليل الدقيق والوصف الشامل، أيضا التعرف على الحقائق وتسجيلها وإلى آخره. نأتي إلى إيجابيات دراسة الحالة. طبعا من خلال يعني هي الإيجابيات شنو معنى؟ يعني عكس السلبيات اللي هي تكون مع دراسة الحالة أو يجب أن يؤخذ كمنهج دراسة الحالة. لماذا؟ لأنها هي تعطي صورة واضحة عن الحالة باعتبارها وسيلة شاملة ودقيقة. اثنين، تيسير فهم وتشخيص وعلاج الحالة. ما معنى تيسير فهم؟ أي تسهيل فهم، تسهيل فهم، وكذلك وضع مسير أو خط لعلاج الحالة. على أساس ماذا؟ على أساس دقيق غير متسرع، مبني على ماذا؟ على دراسة وبحث. ثلاثة، مساعدة المسترشد على فهم نفسه بصورة واضحة. طبعا هذه الإيجابيات تشبه الأهداف. أيضا لها فائدة من حيث إعادة تنظيم الخبرات والمشاعر، تنظيم الخبرات والمشاعر والأفكار، وتكوين استبصار جديد بالمشكلة. معنى استبصار هنا أي صورة، تكوين صورة جديدة للمشكلة. أيضا تساعد في تكوين واشتقاق فرضيات جديدة،
وبالتالي يفتح الباب أمام دراسات أخرى. إحنا في البداية الأمر قلنا هي تشخيص مبكر، لكن بعد التشخيص المبكر من خلال جمع المعلومات، من خلال تحليل المعلومات، من خلال تنظيمها وتسلسل هذه المعلومات، بإمكان تكوين واشتقاق فرضيات وتشخيص آخر، بالتالي يفتح الباب أمام دراسات أخرى في المستقبل. كذلك يمكن الوصول إلى نتائج دقيقة وتفصيلية حول الظاهرة المدروسة مقارنة بأساليب المناهج الأخرى. النقطة الأخيرة هي تفيدنا في عملية التنبؤ. لماذا؟ لأنها تشمل الدراسة في الماضي والحاضر، هاي بالنسبة إذا كان المنهج أكلينيكي. سلبياتها كثيرة، قد ما تكون هي إيجابياتها كثير لكن سلبياتها تكون أكبر. لماذا؟ وذلك لعدم وجود البيئة الإرشادية المناسبة للدراسة، يعني هي دراسة الحالة بسبب أدواتها تحتاج إلى مكان وكلفة وأجهزة وتقنيات وأساليب، فالكثير من الباحثين يبتعدون عنها بسبب البيئة الإرشادية المناسبة للحالة. اثنين، عدم وجود متخصصين يقومون بدراسة الحالة. أي نعم، وجود مرشد، وجود معالج، لكن ليس لديه الخبرة، وهنا دور الخبرة جدا جدا عامل مهم. ثلاثة، عدم الإعداد المهني والأكاديمي المناسب للدراسة لدراسة الحالة. بالإمكان دمجها مع النقطة الثانية، عدم وجود متخصص، أي ليس هناك اعتماد على الجانب المهني، يعني الأساس النظري والمسلمات وفرضيات النظريات. كذلك صعوبة التواصل أو التنسيق مع أولياء الأمور، بعض الأحيان ماكو قبول من ناحية الأسرة، بهذا الوقت يكون من الصعوبة أنه أكو تواصل. أيضا صعوباتها عديدة، كضيق الوقت، قلة مصادر، كثرة كلفة، كثرة المعلومات والبيانات وتناقضها. أيضا صعوبة تصنيفها وتحليلها، بما أنه هي تنوعت مصادر اكتشاف المعلومة أو اكتشاف الحالة، فهناك حتكون عندنا معلومات كثيرة، فبالتالي يصعب تسلسلها ويصعب التدقيق فيها. أيضا تحيز البيانات والمعلومات والافتقارها أيضا للصدق والثبات. أيضا من الصعوبة يعني تعميم نتائج هذه الدراسة لوجود فروق فردية وكثرة المعلومات. أيضا من الصعب اختيار حالات الدراسة التي يجب أن تكون حالات مثالية حتى تسحب لنتائج دراسة المجتمع ككل، لأن إحنا كل نتائج دراسة يجب أن تعمم على المجتمع بصورة. هناك ملاحظة مهمة، يقال يمكن التغاضي عن بعض هذه العيوب، فالباحث في دراسة الحالة عندما يميل إلى الذاتية فهذا أمر لا مفر منه في هذا النوع من الدراسة على أي حال، ولقد استطاعت دراسة الحالة في الوقت الحاضر أن تثبت فعاليتها وقيمها قيمتها في مجالات متعددة كالتعليم والاجتماع والإدارة، وهذا كله كفيل بالتغاضي عن أسباب الضعف الكامل لهذا المنهج. عندنا موضوع آخر، وهنا توضيح آخر للفرق ما بين دراسة الحالة وتاريخ الحالة. موضوعنا الآخر هو عناصر دراسة الحالة. عناصر دراسة الحالة هي أهم عنصر لدراسة الحالة، هي السرية. السرية هي شرط مهم يجب أن يتوفر في القائم بالدراسة. من هو القائم بالدراسة؟ هو المعالج أو المرشد. السرية التامة وحفظ المعلومات اللي يدلي بها المسترشد أو العميل هو شرط مهم لنجاح دراسة الحالة،
يعني هسه احنا بنقول عامل نجاح دراسة الحالية شنو؟ السوية. اثنين، من عناصر دراسة الحالة ايضا وفرة المعلومات. دراسة الحالة يجب توفر اكبر قدر من المعلومات بحيث تعطي، لماذا؟ لكي تعطي صورة واضحة عن الحالة، حتى أو لكي نستطيع أن نفهم الحالة من جميع جوانبها. إذن هنا يجب أن تكون معلومات وفيرة حتى يتمكن المعالج أو المرشد أن يعطي صورة واضحة عن الحالة، لأن كي يفهم من كل الجوانب. ثلاثة، التعاون يجب أن يكون علاقة. هذه العلاقة بين من؟ بين الباحث والحالة، الحالة اللي هي المستشفى أو العميل. يجب أن يكون بينهم ليس فقط علاقة ودية، وإنما هناك تعاون، لأن من خلال هذا التعاون بين الأشخاص اللي تشملهم هذا الموضوع، وعلى الباحث أن كذلك أن يجد الدقة عند جمع المعلومات، وأن يتأكد من صحة البيانات، وذلك من خلال التناسق والتكامل بين البيانات التي يدلي بها الفرد من مصادر متعددة، وكذلك التكامل والتناسق بين هذه المعلومات. أربعة، تعدد العوامل. بماذا تفيدنا تعدد العوامل؟ يقول يجب أن يدرك القائم بالدراسة اللي هو المرشد أن أسباب المشكلة لا ترجع إلى عامل واحد، وإنما مجموعة عوامل متعددة. هاي العوامل شبيهة متعددة ومتشابكة. يجب أن يكون لدى الباحث شنو؟ ماذا؟ لديه القدرة على ترتيب العوامل وتنظيمها وربط بينها وتفسيرها. لماذا؟ حتى يستطيع فهم الحالة التي يقوم بدراستها. أيضا فهم الإطار المرجعي للحالة. ما معنى الإطار المرجعي؟ احنا بعد ما ياخذ يصير قبول من الحاله وياخذ المعلومات عنها ويحللها يفسرها، يسوي تقرير خاص بهذه الحاله لكي يعرف البيئه الذي يعيش فيها، سواء كانت البيئه الداخليه او الخارجيه. ويجب ان يكون الباحث او المرشد او المعالج ملما بسيكولوجية الفرد، ويقصد هنا بسيكولوجية الفرد أي نفسية الفرد، نفسية الفرد أي ذات الفرد. هاي جدا جدا مهمة لكي يصل إلى أفضل الحلول أو الأساليب الإرشادية لمعالجته. هنا مصادر معلومات دراسة الحالة. سؤال بالمحاضرات السابقة، ما هي مصادر اكتشاف الحالة؟ هنا السؤال يختلف. مصادر اكتشاف أو مصادر معلومات دراسة الحالة، هناك اكتشاف الحالة اللي هم الوالدين، المعلم، المدرس، المرشد، المرشد التربوي. هنا لا، يختلف مصادر معلومات دراسة الحالة. من أين نأخذ هذه المعلومات؟ أولا من الحالة نفسها أو الفرد نفسه أو من لهم علاقة وثيقة بالحالة، هي الأسرة، المعلم. ويعتبر الفرد واحد من أهم مصادر المعلومات في دراسة الحالة. اثنين، تقرير دراسة الحالة. عندما يقوم الباحث بجمع المعلومات يقوم بكتابة تقرير عن دراسة الحالة. ثلاثة، تقييم المعلومات. يقوم الباحث بتقييم المعلومات بعد ما أخذها وسلسلها وكتب عنها تقرير. يجب أن يقوم بتقييمها، أما إن كانت واقعية أو احتمالية، يعني هي كأن تكون واقع حال، أو يقوم بوضع عدة فرضيات أو احتمال من خلال مراجعة البيانات الخاصة. أربعة، تنظيم المعلومات. يقوم الباحث بتنظيم المعلومات ويربط بعضها ببعض، أيضا يقوم بتفسيرها في ضوء بعضها ببعض بحيث يلقي الضوء على هذه الحالة، موضوع الدراسة، وهنا تتضح المشكلة. إذن هو من خلال تنظيم المعلومات
يقوم وربط موضوع بموضوع على شكل سلسلة، فمن خلال هذه الربط يقوم بتفسير بتفسيرها في ضوء، بحيث عند تفسيرها يقوم بوضع يده على المشكلة. كتابة تقريره السيكولوجي اللي هي السيكولوجي قلنا نفسية الفرد، يجب أن يكون تقرير هذا التقرير عن دراسة الحالة دقيق موضوعي وليس ذاتي، يقدم صورة ديناميكية، ديناميكية هنا المستمرة كاملة عنه وعلى الباحث عن الباحث وعن عنها عن بالنسبة للحالة، وعلى الباحث أن يتجنب قدر الإمكان الألفاظ العنيفة، لأن إحنا سبق وأن قلنا العلاقة بين الباحث والمستكشف والحالة يجب أن يكون هناك نوع من الألفة والتعاون. لماذا؟ حتى يبتعد يعني لكي يصل إلى فهم وحل للمشكلة، وأيضا ليبتعد عن التعميمات السريعة، ما يعمم بكل شيء، ما يوصل رأسا إلى حل، ما يشخص في بادئ الأمر، وإنما يتعمق ثم يقوم بالتعميم ويقوم بالتشخيص، لأن التعميمات السريعة لا تقوم على أساس. أما شروط الواجب توفرها في دراسة الحالة، ليش لماذا أو لكي يضمن نجاحها؟ أولا مفرد معلومات، فهم الإطار المرجعي للحالة، التعاون بين الباحث والحالة، أيضا السرية. وإحنا قلنا هاي نفس النقاط معادة، هي مصادر للمعلومات أو العفو شروط أو عناصر دراسة الحالة، هي نفسها شروط الواجب نجاح دراسة الحالة. هناك مهارات وفنيات لدراسة الحالة تختلف عن أدوات دراسة الحالة. مهارات وفنيات أي كيف يعمل أو يطبق منهج دراسة الحالة، يتمكن الباحث من أن يمارس دراسة الحالة وبكفاءة بعد أن يأخذ بجانب أو يأخذ بعين الاعتبار جانبين، هو كيفية تنظيم المعلومة وتسجيلها من المعلومات الأسرية الصحية الاجتماعية الشخصية، اثنين كيفية تحليل هذه المعلومات وتفسيرها. هذه نقاط أساسية يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار. هاي بالنسبة للمهارات، العفو الجانبين الأساسيين لمهارة دراسة الحالة. عندنا مهارات دراسة الحالة، أولا مهارة وصف المعلومة، كيف لابد أن يكون لها أساس علمي مدروس، والنقطة الأساسية تكون موضوعية، أي ثبات المعلومات يكون بعيد عن تخمينات الأخصائي أو المرشد أو رأيه الشخصي، وتكون نمطية أي متنوعة، نمطية يعني متنوعة، أي وصف المعلومات اللي يستخدمها الأخصائي النفسي يضمن عدم تسرب أي معلومة خارج الإطار العام للمعلومات. إذن هنا الأخصائي ماذا يستخدم أو المرشد؟ خطوط عريضة في وصف المعلومات، يعني ما يعطي الشيء الخاص وإنما يعطي عناوين رئيسية وتكون غير مبهمة، وهذه الخطوط كيف تكون متكاملة، أي تكامل المعلومات التي جمعت حول المسترشد في وصفها، لا يتم إلا إذا دلت كل معلومة على المعلومة الأخرى، يعني ما يعطي معلومة تكون منفصلة عن المعلومة، وإنما يكون على شكل سرد حقائق مستمرة ومرتبطة واحدة بالأخرى، وبشكل نسق متكامل. اثنين مهارة الاستدلال، ما معنى مهارة الاستدلال؟ احنا تجمعت المعلومات وبينا عرفنا شنو تأثيرها عن حالة المستهدف، حتى يحقق الهدف بهذه المهارة يجب على المرشد ان يكون ملم بكل النظريات والاتجاهات، يعني شنو عنده؟ عنده اساس علمي،
وعنده استراتيجيات. الإرشاء شنو يعني استراتيجي؟ يعني فنيات، يعني كيفية استخدام الأساليب الإرشادية والعلاجية حتى يتمكن أن يتعامل مع المسترشد وفق اتجاهات أو ميوله أو قدراته اللي يتبعها، سواء كان اتجاه تحليلي مع التحليل النفسي أو سلوكي أو إنساني أم انفعالي عقلي أو أي اتجاه آخر. التلافة عندنا مهارة التنبؤ. من أين تأتي مهارة التنبؤ؟ من تجميع المعلومات. هاي المهارة هذه جدا جدا مهمة. احنا قلنا اكو شيء اسمه استبصار، انه هو يرسم صورة للمستقبل. هنا عندنا مهارة التنبؤ من تجميع المعلومات، تعتبر هي برامج تفرضها منه التكنيك او الاستراتيجية الارشادية من خلال المعلومات المتكاملة والصادقة والثابتة المتجمع حول المسترشد. يمكن التنبؤ بما يكون عليه مستقبلا. بعد جمعنا كل هاي المعلومات بالدراسة الحالة، بالإمكان نشخص الحالة. شنو نعني بالتشخيص؟ إنه إحنا وجدنا مشكلة للمسترشد، إذن ماذا يحتاج إلى مساعدته حتى يعرف ذاته، حيث يفهم نفسه بدرجة أفضل من خلال الخبرة الموقف التي تهيئ له ونسير عليه. ثم تأتي التوصيات وتشمل الاقتراحات الخاصة بطريقة العلاج، وأخيرا تأتي التتابع مع الحالة لتقدير مدى الإفادة من معلومات دراسة الحالة. زين، هاي بالنسبة للموضوع المهارة، أنه كيف تستخدم دراسة الحالة. حس إحنا عرفنا تعريفها، عرفنا أهدافه، عرفنا إيجابياته، عرفنا الفرضيات مالته. أريد نعرف شنو المحتوى اللي تحتوي. تستنقي معطيات دراسة الحالة، أي موضوعات دراسة الحالة ومتنها وأمثلتها ونماذجها الواقعية أو الافتراضية اللي يمكن تسخيرها للبحث والمعالجة والتخليل والتشخيص والتقويم والدراسة والمعالجة نظريا وتطبيقيا. مين؟ من مصادر عدة ومراجع متنوعة. يمكن حصرها في الأشخاص الذين يتحولون إلى مصدر للتوثيق المرجعي، والصحف والمجلات والكتب والمواقع الإلكترونية والشبكات وأرشفة المؤسسات والوثائق. هذه كلها تفيدنا في تناول دراسة الحالة بشكل نظري وتطبيقي. فتصاغ دراسة الحالة يا أما تكون تربوية أو تعليمية أو إدارية، يعني حسب موضوعها، حسب الموضوع اللي فرد يراد اكتشاف مشكلته. قد تكون جانب تربوي أو تعليمي أو جانب إداري، قد تكون سردية أو وصفية أو على شكل دراما أو استجوابية من طريق المقابلة. أيضا تصاغ على شكل سيناريو، إنه وضع من خلال جانب تمثيلي يقام بكتابة السيناريو يصف مجموعة من الظروف التربوية أو الإدارية التي تشخص مشكلات معينة. أو بالإمكان استخدام دراسة الحالة على شكل قصة محبكة تخضع المجموعة من الآليات المتن السردي من أحداث وعقد وشخوص وفضاء وصياغة أيضا أسلوبية، أو على شكل سيرة تاريخية تتضمن قضايا أو مشكلات تربوية أو إدارية مقصودة يشار إليها من خلال أسئلة محددة. ويعني هذا أن دراسة الحالة هي شنو؟ هنا مثال إجرائي واقعي ملموس وحسي يصاغ بطريقة تقريرية وصفية أو سردية أو شكل حوار درامي قابل للتشخيص والتمثيل. وأن دراسة الحالة هي وصف مكتوب لظاهرة تربوية يواجهها الفرد أو الجماعة أو مؤسسة تربوية، حيث توضح الدراسة حيثيات الحالة وكيفية بدايتها وتطورها إلى أن وتعقدها إلى أن تصبح مشكلة نهائيا تستوجب المعالجة المناسبة. أيضا تصاغ بالإمكان دراسة الحالة على شكل أحداث ومواقف افتراضية خيالية، يعني من جانب الخيال، أو واقعية مستمدة من مشاكل الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات، أو مشاكل مستعصية قدمت لها معالجات فاشلة فتحولت إلى نصوص رمزية لجعل المتدرب أو الباحث التربوي
يفكر في طريقة معالجتها بواسطة استعمال الفكر النقدي والغربلي الذهنية لإيجاد الأجوبة الممكنة. ولا هنا عندنا برود بنت هاي نظرية يعني فكرية من خلال يسموها الغربلة. نظرية برود بنت هذه يسموها نظرية الغربلة، هذه تتعلق بالتفكير أنه كيف يتشتت، كيف يحدث تشتت التفكير أو يحدث شروط بالذهن. عادة الإنسان يتكلم وهنا يصير كأنما توقف بالأشرطة وينقطع الاتصال، فهذه هي هنا يحدث الغربلة اللي هي نظرية برود بنت. أو بتعبير آخر أن دراسة الحالة هي موقف معقد يعطي للمحلل المجال لاستخدام كفاءات الذهنية والتحليلية والمنهجية حتى يحدد المشكلة المستعصية أو نقطة الخلاف الرئيسية في هذا المواقف. أما أنواع دراسة الحالة فهناك يعني إحنا قلنا حسب موضوعاتها، فهناك تربوية تتعلق بمناهج التعليم والطرائق والتدريس وتتناول الظواهر يعني الأكثر انتشارا بالمحيط التربوي، الغش، التغيب، عدم الاهتمام، الكسل، الاستهتار بالنظام المدرسي، وكذلك بالأخلاق المدرسية وعدم الاهتمام بفضاء المدرسة. أيضا الجانب الاجتماعي أو الحالة الاجتماعية تهتم بس على سبيل التمثيل بالفوارق الاجتماعية وأيضا العنف الاجتماعي والهدر الدراسي. أيضا عندنا حالة تواصلية، هاي تتعلق بأنواع التواصل والإدامة. أيضا الإشارة إلى تفاوت الخطاب التواصلي. أيضا حالة ثقافية بجانب ثقال تتبنى رصد مجموعة من المواضيع ذات الصيغة أو الصبغة الثقافية مثل الصراع الثقافي، الوسط والمدرسة، التنشئة الاجتماعية، أيضا تعدد الثقافات داخل القسم والمدرسة للمتخيل الاجتماعي، كذلك المعرفة المدرسية. هناك تصنيفات أخرى على مستوى كمي وتقنين، كمي يعني كميات كثيرة. وهنا الحالة المكتملة النهائية والحالة المتتالية في التدرج، هذه الحالة التي لم تكتمل بعد بل هي ما زالت في التدرج كما هو شأن القرار. يعني شلون من يتخذ القرار أنه يأخذ عدة مراحل، هنا أيضا الحالة تكون على مستوى كمي وتقنين. يعني الكمي يعني يحتاج له إلى وقت كبير ويحتاج له إلى خطوات كثيرة، وبالإمكان أنه هذه الخطوات تنعاد مرة مرتين، يعني البرنامج أو الجلسات الإرشادية تعاد عدة مرات لكن بأساليب تختلف وبتقنيات جديدة، كما هو كيف يتخذ القرار فيها اللي تعتمد على كيفية تقديم معلومات قليل عن الظاهرة. لذا تستوجب الحالة جمع معلومات كثيرة عن الموضوع المدروس عن طريق الحوار والاستجوابات والمقابلة. والحالة الجزيئية التي تتكئ على معطيات جزئية هي غير كافية لدراسة الظاهرة بشكل كلي، فهناك حالات أخرى على مستوى تجنيس الظاهرة المقصودة. تجنيس يعني كيفية رصدها أو تجنيسها، أي وضعها في المكان المناسب، إذ يمكن الحديث عن حالة الغيب وحالة الشهادة وحالة المسعودة الدرامية وحالة لعب الدور، حيث يستدعي الفاعلون التشخيص الأدوار المنيطة يعني المعطى لهم بطريقة حيوية ديناميكية ومستقرة. هذا ما جاء بمحاضرتنا لهذا اليوم اللي هي تشمل إيجابيات ومهارات وأنواع دراسة الحالة. تحياتي لكم وأنا مستعدة لأي استفسار وإجابة.